غفير محترم يقعد يعمل كده؟ يا شيخ الغفر، يا شيخ الغفر، انت شيخ الزفت. شيخ الزفت هيجي يأكلك الجلة. يا رد انا بحبه. طب اثبت في مكانك يا قفص. انت بتشتمني؟ اريه 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 بقى انت بتشتم شيخ غفر قرية ميك كنافة؟ والله العظيم ما شتمت. انت شيخ ايه؟ الغفر. واني قلت شيخ ايه؟ الزفت. يعني انا شتمت الغفر، لان هنا الزفت ضمير غائب يعود على الغفر. طلع عندك ضمير واني اللي ظلمتك. افحمتك في النحو. امال ايه؟ اه منك يا كلب البرك. لا دي شتيمة. لا دي استعارة متنية. افهمتني في البلاغة. لا شوف بقى البلاغة. اني بشتم البرك اللي بينزل فيه الكلب اللي زي. لا هنا كلب ضمير مستتر يعود علي. شفت مستتر يعني سطرتك. افهمتني في الصرف. امال ايه يا ولد؟ انت اصلا تشتمني ليه؟ انت غفير زيك زيي. يكش بس لولا هي الكوسة هي اللي خليتك شيخ غفر. كوسة؟ شوف يا ولد، اصحيح ان احنا كنا دفعة واحدة لما كنا في المعهد العالي لامناء الغفر؟ بس اقول لك، فاكر يا واد يوم التخرج؟ فاكر واحنا واقفين فوق السور ولابسين الوشاح؟ ايوه. عدت الطياره. ايوه اللي انت قلت عليها، طياره الريس. ايوه طياره الريس. شوف بردك لسه مصمم. والله طياره ركاب. طياره الريس. انا هثبت لك. اثبت. الطياره دي كان ماشي قدامها موتوسيكلات. لا شوف طياره الريس يمشي قدامها موتوسيكلات وحفله. ده عشان مخك كنز. انا اثبت لك بقى انها طيرت الريس. ازاي؟ مش وهي معديه سمعنا صوت ربابه كده تبقى طيرت الريس؟ ايوه الريس متقال. افهمتني في اللاشيء. امال ايه يا ولد؟ يا سلام عليك وعلى نبهتك. بقول لك إيه؟ قلت لاهل البلد ان العمده عايزهم ضروري. انا بلغت كل كبارات البلد انهم يحضروا في الساحه عشان العمده عايزهم. بس انا عندي مشكله. إيه؟ معرفش انفذ الاوامر زيك كده، لا مؤاخذه زي الحمار. انا لازم افهم عايزنا ليه. يا ادمن انت لو زيي كان زمانك بقيت شيخ غفر يا ولد. هموت واعرف انت شيخ غفر ازاي. ب2 جنيه. ازاي؟ اقول لك، صحيت في يوم الصبح اديت لمراتي 2 جنيه وقلت لها هاتي حاجات البيت. ودول تجيبوا حاجه؟ يجيبوا وزه وبطه وفرخه ورز بسمتي وزبادو خوخ. ايه؟ وجوز ولوز وموز. يا شيخ الغفر، من يومها بقيت شيخ الغفر. افهمتني في الاكمل. امال ايه يا ولد؟ يا عليه عليك وعلى نبهتك. انت لو شيخ غفر بجد تبقى عارف العمده عايزنا في ايه. انت واد تافه. انت بتشتمني؟ يا اهل البلد شايفين شاهدين سامعين. استخرج من الجمله جمع مذكر سالم. انت يا ابني غفير ولا موجه عرب؟ انا مذاكر النهارده وجايلك. لا بقول لك ايه، انا ما عنديش حمل الوجع الدماغ دي. انت مش عارف العمده عايزنا في ايه وعامل عليا انا شيخ غفر؟ يا ابني بلا العمده بلا بتاع، انا ما كانش اصلا طموحي اكون شيخ غفر. امال طموحك تكون ايه؟ كان نفسي ابقى مقدم. مقدم شرطه؟ لا مقدم برامج. ايوه، وابقى زي الاستاذ جورج قرداحي، خضار من غير لحمه. ايوه، وتكسب الناس واعمل برنامج من سيربح الجاموسه. وهلا بقى معانا ابن ميكو نافه، صار معاه ديل الجاموسه وورك الجاموسه ودراع الجاموسه. يا رب اكسب الزلموكي. السؤال قبل الاخير، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اذكر نوع الحلوى اللي اشتغل فيه. 1 صوابع زينب، 2 رموش الست، 3 لديده ولديده. احذف اجابتين. حذفنا اجابتين، بقي معاك 1 صوابع زينب. مفيش غير صوابع زينب؟ ايوه. ما بحبهاش. يا دي اجابه واضحه يا ولد. خلاص اخد انا زينب وخد انت الصوابع. يا ابني هتاخد زينب تاخدها بصوابعها. ماشي ماشي اخدها. كسب معانا ابن ميكو نافي. السؤال الاخير على راس الجاموسه، البركه فيه 1 القليل، 2 الكتير، 3 البطيخ. لا دي سهلة، بس أنا يعني محتار ما بين البركة في الكتير ولا البركة في البطيخ. يا ابني واضحة والله. أنا أخد رأي الجمهور. يلا هلا الجمهور، حضروا حالكم لساعد ابن ميكو نافه. ادوك 100% الإجابة الأولى، البركة في القليل. الحمد لله، بس دي برضو 100% مش إجابة مؤكدة يعني. بص أنا اتصل بصديق. اتصل بصديق معاك 30 ثانية من أول ما تقول ألو. ألو ألو الو يا اخوانا، حد يرد عليه. والخط قاطع ولا ايه؟ مش عارف انا. الو الو يا محمد. محمد ايه يا راجل فينك؟ قول انا عامل ايه يا محمد؟ محمد ايه يا ده، وحشني والله. انت وحش يا محمد. ياد استنيتك امبارح على القهوه قعدت اشرب كرسي محسن ما جيتش. الله صحيح امك يا خمسه. ايه يا محمد؟ بعت لنا فطرتين يا محمد.
بقول لك لا، ده تليفون برنامج بتكلم ببلاش براحتك. ايه مهم؟ بقول لك انت عامل ايه؟ انت منور التلفزيون. ايه ده يا استاذ، انا لسه ما سالتوش يا ابني، الوقت انتهي. لا اهجز مده ثانيه انا. وانت واقف في سنترال ابو نسمه؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا ابني قدامك حل من الاثنين، قدامك حل من اثنين، يا تقبل اجابه الجمهور البركه في القليل يا تنسحب. لا بص، انا ما احبش المجازفه، انا انسحب والبركه في القليل. غبي! شليت امي. انت قلبت سعد الدالي ليه كده؟ مالك في ايه؟ كل ده بسببك انت. عرفت ان انت غفير مش مصروف لك سلاح ليه؟ والله لا، انت عشان انت متخلف، انت 5%. انت اللي بتسال اسئله صعبه، انت تسكت خالص. بص يا ولد، شوف اهل بقى اتاخروا ليه؟ العمده قدامه ربع عيا ويخلص. يخلص ايه؟ حصه اليوجه. لا لا، يبقى نجهز. يلا بسرعه، يلا روق الساحه. يلا يا شرابي. ايه ده؟ انت يلا يا شرابي. ايه ده؟ يا شيخ البلد وصل، اتفضل يا شيخ البلد. يا تعالى، الحمارة هتملص مني. وانت برضه غريب يا شيخ البلد، حد يلبس الحمارة جلابية؟ يلا انا اللي لابس الجلابية. سلام عليك. ازيك يا عطيه، عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ بلد. والله العظيم وحشني والله. الحمد لله. انت عامل ايه يا راجل؟ انا زي الفل. كويس والله العظيم. انت كويس؟ والله العظيم كويس. انت اخبارك ايه؟ والله العظيم انت كويس. انت مش هتعرف عندي. اوعى تعرفني. صباح الخير يا شيخ البلد. صباح النور يا زين. ايه جايبيننا على الصبح على ملا وشينا كده ليه؟ اهو العمده قال لي لمكم لميناكم. والله والله العظيم وايمانات المسلمين هتطلع حاجه تافهه وهايفه. حكيماني عارف العمده بتاعنا دي يموت في التفاهه والهيافه زي ايه. اي والله عندك حق، ده راجل دماغه فيها تونه مفتته. ايه فاكر؟ فاكر يا ولا لما اتفرج على فيلم التجربه الدنماركيه وطبق علينا نظريه الست نيكول ثابت وقلعنا هدومنا سلوته وجرنا السلوطه بنقطه بنجري في الخفر نجري. ايه العيال الصغيره هاصت في اليوم ده. كان يوم يلا بس الحمد لله برضو نحمد ربنا، كان ممكن يتفرج على فيلم ثقافي ويطبقه علينا يعمل احمد رزق وما نعرفش يعمل ايه، ولا يتفرج على فيلم كارنك وتبقى مصيبه سودي يعمل فيها فرق. ايوه يا لهوي على اللي كان هيعمله فينا فرق، كان هيفرتك لنا السديري. الحمد لله ربنا عافانا. كنت هتتبهدل انت قوي في الموضوع ده. اي والله انا ما عنديش غيره، بس اقول لك يا خبر بفلوس كمان دي هيبقى ببلاش. صح يا ولا صح. إيه؟ وعلى راي المثل ان جات لك الجله في الجلابيه امسحها في اللي جنبيه. لحظه، عشان انت راجل مهزق واني ما بفهمكش، انا عايز اسالك سؤال، ده مثل؟ لا دي تويته. تويتي؟ ايوه انا احب اتوت، اجيب توت واتوت وانا مش هتوت في الشارع. بقول لك ايه يا شيخ البلد؟ إيه؟ ما تتوتش مني في الموضوع، الحق انت عندك ارض في القاهره؟ لا ليه؟ اصل كل ما افتح التلفزيون يقولوا ارض الجلف وارض الجلف، مش دي ارضك؟ اكيد جلف غيري، ما فيش غيري يعني. اكيد بس انا كلت من عندك شويه سندوتشات عسل، عسل والله من المحل عندك. محل ايه؟ البنك. ايه لا يا عم، اكيد بغلي غيره، هو مفيش بغلي غيري انا ولا بقول لك ايه؟ نجرب اعمل لنا كوبايتين شاي كده نصطبح قبل ما العمده ايه. انت سخن، انت عايز حاجه تطلع من دوار العمده؟ ده طخ اخوه عشان سندوتش مربى. يا مجنون والله العظيم، انتوا بلد مجانين كلكم. شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه دي يا شيخ البلد؟ ايه الحمارة الجديدة اللي انت جايبها دي؟ شفت يالا؟ دي عليها رجول فظيعة. إيه؟ بس انا لقيت عينيها عمالة تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفض لي. والله العظيم قعدت معاها فضفضت لك؟ سمعت لها والله. صعبت عليك؟ والله ما هي البهايم بتحس ببعض. إيه؟ بس انا برضك ما رضيتش اعكسها، خفت لا الجحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضه يعني يكون عندك.
كل يوم تبهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت يا نصاب يا حرامي، انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟ بس يعني انت ها؟ انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قاعدة كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمده يجمع كل القريه وانت ما تروحش ليه؟ هو اتهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس لا يسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا. انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان. فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عمال؟ في ليله ضلمه مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته وبتجري على الترع. ايه ده هو جري المالت في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترع وبيسمع حمائي ومبسوط. طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصوره ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها يا معاك الموبايل معايا. تعال نعمل له فيديو دلوقتي. يلا اهو اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه خمسه هوانيو خمسه البابا. يلا يلا نزل الفيديو ونلع الدنيا. بس بس انت هو بس يا رجاله يا نصاب يا حرامي. خلاص ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي ما سمعتها بالذات بقى يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكله الراجل ده هي كلمه واحده اللي هتحل كل حاجه. عليك نور. ايه هي بقى الكلمه اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الاول. ايه ده؟ هو انت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما انا رايح لدجال. ما انا لو متجوز عايز اخلف بروح لدكتور عمرو ادريسي. ايوه يعني انت عايز تتكاثر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل عيل اهبل. عيل ايه؟ خلاص بس اهدى ايه؟ اهدى بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدواره ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجلين. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصات مش كنت لسه بتكلم على الحماره في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات. عادي انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط العب ليه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليه. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انت اهبل. انت بتشتمني يا شيخ البلد. ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزمه على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه والله. جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور، قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش. اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني. انا جيت يا بلد منتني. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا دي يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين على اللبس. الله فظيع اللبس ده. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده، انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلونات اللي بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام سنه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. يا رقم. ايوه ثواني انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس هتطلع لفوق وتديه. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش.
ايوه صح، المتحرش ده مش هيسيبه حد في حاله. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي؟ هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات، وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت قلب الجلابيه وبتحرشوا بيا. يلا انت شكل حكاويك كتيري، اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه، تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ماني بكسب مش ماشي من هنا، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه؟ المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامه. انت عارف يا واد اغرب حاجه شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنه واللجنه مبهدلينه ومش عايزينه يمشي، وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ رابط حزامي وماشي من غير صوت، طفيتي جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجاره طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. السلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه دي؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايوه. والله شفت صوته، بس انا سقفت له وصوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. خد يا هلا الزغارات دي، امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغارات دي كلها يا حاجه؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. فيه ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفعه على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. طب روح اعمل لي شاي. من عينيا يا حجه. يا سلام، ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي، خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا، وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله، هي كبرت في دماغها اخلف كده؟ ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت لسالم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا اخلص لك الموضوع ده. ايه؟ عدي عليا يوم الثلاث خد العيل. ايه ده؟ بسهوله كده؟ ايوه. يوم الثلاث الجاي ده؟ اه. الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا، امال ايه؟ عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ومقلط كده. إيه؟ ها، وشعره يبقى طويل كده وسايق. إيه؟ واسود. إيه؟ عشان انت بتعمل ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟ لا، دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي، ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش هعرف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر بايظ. لا وريني. اهوه. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني. تعمل ايه يا كبرني؟ في ايه؟ انا بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر ميت كنافه ولا برنامج الراقصه، كل اللي يخش نقعد نعمل على كده.
يلا هلا انجرى من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك براد شاي من الكبير قوي. البلاوي انت عايز تبقى. تعالى يا حاجة نقعد هنا شوية. ما تحزنش نفسك. والله حزين اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن، تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا، هنعمل ايه؟ لا ثانية واحدة يا حجي، لأن الموضوع صعب. لازم ندرك إن الموضوع صعب. تمام؟ فلازم إيه؟ نتذاكي، ننزل صب. تمام؟ عشان إيه؟ يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وإيه؟ كده. يعني ننزل مرة واحدة. ننزل مرة واحدة عشان ما حدش يجي على التاني. عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي يا بص انا هاخد كدي، يعني انا ابقى الوضع ده. ماشي وانا ماشي ربنا يلا. واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه؟ في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ اه يا ليل يا قمر والفركة ضادت على البقر. سلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتم من ده؟ جراها يا ابني عرابي، كتر السلام يا اللي معرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمده هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحيننا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا، راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد، لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرى ايه. حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لني؟ العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله، انا مش عارف. حاجه تضايق؟ معلش معلش، انت راجل شاعر، انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا، واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزك. الهام الهام وجاي. الهام ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان. يا ولد نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار يا بقيت عامل زي المصاصه من كتر النسوان. يا ولد والله يا حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الوحي قولي الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام، احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام. أيوة ده. ايوه انا راجل شاعر. طب ما تسمعنا حاجه هنا كده. المناخ مش مناسب يعني. لا 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 المناخ حلو وجميل والله. قول. يعني هقف اقول شعر قدام بيت العمده؟ يا راجل العمده راجل هايف، قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولاني. يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بيهم، نكون احنا متجددين. ماشي قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافي. يلا بتقول ايه؟ ميك كنافه يا ميك كنافي، اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافه يا ميك كنافي، هاتي حته بلا سخافي. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاك. طموح طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافة وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهاردة ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرة موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش.
يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافة وكلها قلناش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا با حلوة دي، شعرك حلو والله. يا لا في ايه ده، انت شعرك بس ده للطبقات الراقية، احنا عايزين شعر للناس التافهة الهايفة اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفهم، الناس الحقيري. ايوه خد دي يلا. بلدي 100 كنافة جوه الصينية محصورة، معذورة، شطورة، أمورة. بص العصفورة اكلتني التطورة، تعال ناخد صورة. يلا يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده، مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا، وسعت منك ودلدقت ومالت الحته زروطت. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت، بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي، عارفها. انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، جرالي ايه. الله اكبر، جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبة بس، معلش. ايه ده، في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكرة اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت جرالي ايه؟ ادي جرالي ايه؟ ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنية. ما هو فيه اقراق، قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه، قال لي فيه ايه، قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجة، اهو ليل وعد، ليل وعد، ليل وعد وراح، ليل وعد، ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده، قلت له انت تامرني، كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك، راح. قلت له انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، تعالى بدارك يا اخويا، تعال. 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 تعال تعال، ما بنخافش يا عم، تعال تعال. في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت إيه؟ عمال تزن على الراجل، تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، قولي. انت تعرف اني المفروض والله لو العمده اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل، عاوز تبقى العمدي. اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك، اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمدي، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى، يقعد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قملي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوملك، اديله على بوز قومله وربنا لا قوملك. لو انت راجل قملي يا بقلص. بقلص؟ اه بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتاني اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له، قوم له وربنا لا قوم له. ما تقوم له، هقوم له، قوم له، انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا يا رب، ارفع البلاء عني، سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قول يا شيخ البلد قوم. قوم. ده بيقول لي بوللو. ولا. قوم. ده انا هقوم اديك بالجزمة. ايه ايه، ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ البلد. تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدوم في الكفر دي. صح ده انا. اهدي. انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ تستوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي، ما تستوريش قوي، يعني استوري بشويش. ما صحيح جراهي يا شيخ البلد، ما تقولي لي عمده عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليه. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه؟ احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده، نقوم نتزفلاتي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالضيقه دي.
اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا، واحد اتنين تلاته وبه. حلوه سحبه مايكل اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه، يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك، ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي. واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قعده كبارات البلد، ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد، رد عليا وانت شبه السنافر كده، رد عليا. انت هتفرع. هو بيتكلم كل 20 سنه جمله. يا ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله، مجنون بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لك، فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا دي انت ربنا خد منك كل حاجة واداك في صوتك، في ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا. اتلقى انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلها. ده انت عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام، هتلاقيه تحت عندك. وطي صوتك، صوتك ما يعلاش. اهدي. انزل لك السبت تجيب لي سجاير. اهدي. توطي صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاته. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه، هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه. يا عطيه انده لنا العمدة بسرعه. يالا وشك في الارض يا قريه، مع صاحب العصمه حضره العمده المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا كوب الشوافه، مع عمده 100 كنافه. هو اللي مأكلني، هو اللي مشربني، هو اللي ملبسني، هو سلام
حبيبي زي ما انت. ايه يلا يلا يا بلد، العم ده جه، انا عايز النشيد الوطني ايه لميت كناف. عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، ونقدمها لمصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه الصحرا تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحرا تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحرا تبقى ايه خضرة؟ هي ايه صحرا تبقى ايه خضرة؟ بلد هبلي دي العموديه دي حاجه صعبه قوي. ايوه انا مجمعكم النهارده عشان عايزكم حاجه مهمه قوي. ايه كل الناس جت؟ اه كله موجود اهو يا بلعوم. بقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى شنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبل صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. يا ده اللي والدتك شدتك من زورك. ايه يا ولد وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نادي. الحاج علي اني عايز اخدم حد، عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. سنتي بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت كنت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. صعبان على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي، انت جامد قوي. دخل دخل كده عشان العكاز بتاعك. عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريجية. خريجية؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني واهل البلد هني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه لا تاكل جزر. ايوه يا عمده. طيب يا نادي يعني مش فاهم يا بلعومدي، الست ليالي تعبك في ايه؟ ما تجي ولا ما تجيش؟ يعني هو الموضوع ايه ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايوه موت الكلام كده. ايوه ايه اللي جاب الواد ده هنا يا عمده؟
أو يعمل لنا أي حاجة محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوة، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوة بحد، امشي يا ناط عندي. يعني محدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ أنا أقعد أتنايا الإرخة. إيه؟ أوعوا جنب الزير. والنبي يا أبو العمدة قول لنا أنت جايبنا هنا ليه؟ عشان محدش فيكم عارف أنا جرالي إيه. قول لي أنت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ طيب أنا هقول لكم. قول لي. أنا جميعكم النهاردة يا أهل البلد عشان أقول لكم إن بلدنا مش موجودة على الخريطة. إيوة مش موجودة على الخريطة، محدش مهتم ببلدنا، لا الحكومة عارفة إحنا فين ولا المحافظ ليه دعوة ببلدنا، فإحنا عايزين نفكر في فكرة تخلي الحكومة تهتم بيني. إيه؟ طب وأنت ليه يا عمدي عاوز الحكومة تهتم بيني؟ يعني إذ ربما احتاجنا أي حاجة نلاقي الحكومة في ظهريني. احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو مع ان احنا مكناف، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. ايه؟ أيوة. ان انتوا فكر بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمده تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي، انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امين شلبايه. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي سكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ يا شيخ البلد، العمده شيخ، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه انا مجمعكم، لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا يفضل واقف. هما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج، إيه؟ انا عمري ما مديت ايدي على سته. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري، يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عدزه اهدي. اعتبريها الزبده اللي ما بيني. دي زبدي بس اتحرقت. دي هالمورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميه. قومي يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدة. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخيني. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير، يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيقولنا لغاية عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، مين كنافه طلع فيها؟ ايه يا اولاد طلع فيها الجن؟ ايه وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يقولنا خلاص. يبقى احنا بقى ما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ يعني لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ما ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. Yeah, true,
متروما. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكونا، وريتها كنافي بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميك كنافة بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل كبار قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ده نفخني. يعني ده مش حجمك الطبيعي؟ لا، ده قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جابلك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوة عادي، وفجأة يجيني قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوة ونسكافيه وحاجة ساقعة ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء، ما عملش حاجه، ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد، ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله ادي ايه. مساء الخير. واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح ابقى اروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن لبسه. لازم اقول لازم انا واني قاعد قال الجن لبسني. واني قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه لغايه اما تدوخ وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هروش لي يا عمدي. نار هروش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم.
الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الواد؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا. وما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه الجن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفاض؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقف يا ابن كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه ده احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه؟ لسه يا عم. طيب يلا. وقف. بقول لك ايه؟ ايه؟ قبل ما تطلعه ايه؟ قول له يسيب كل حاجه مكانها. وياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا. ارجع يا جن الاصلك. ارجع زي ما حنا ماضي وحنا الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع الجن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياة تطلع الجن هتوديني في داهية؟ استنى استنى الكاميرات شغالة. ايوه. اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. صحافه جامده. ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم. لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه. ايه فاده اهبل يعني هتفضحنا؟ هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلك كده ما حدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين ما حدش هيصدقني. تولعوا فيه. احنا عايزين فكره ثانيه غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هبلي. ما تنطقش خالص. ايوه عايزين فكره ثانيه. احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من اصله. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكري تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج شيخ البلد؟ ايوه. يلا يلا تهز البلد. مش تهد البلد يا حاج. ايه دي؟ عايز فكره يا جماعه. عايز فكري. يبقى نعمل مليونيه. مليونيه ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18ريه. احنا عايزين فكره تانية. لا 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 انا عندي فكره يا عمدي. ايه حاجه بقى صح بقى ايه تظبطني. انت تكلم المحافظ راسا وتقول له لقينا قنبله في قلب البلد. قنبله وما لقيتش المحافظ بالمراسلين بالاعلاميين هنا في ظرف نص ساعه ما بقاش انا زرزور. ايوه ايه يحفظ يعني. يعني احنا لو قلنا في قنبله صح الفكره دي حلوه وده موسم الانابل. ايوه دي قنبله بدايه الصنع الصنع ودي قنبله اعداديه الصنع واي حد بيحط قنبله في اي ايه 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 ماشي حلوه الفكره دي. نخش نكلم المحافظ. ايوه وانا مين معاه الموبايل عشان معيش رصيد. انا معايا ولسه مجدد الباقه ممكن ادهولك يا عمدي. ها لا يا عمدي المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور. هي فعلا يلا انا هخش اكلم المحافظ. عايز
حد يجي يتفرج معاي وانا بتكلم على المحافظ. تعال 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 يا سلام. انت واد يا منتن انت كتجدهي، اوعى ترمي البت بتي، سامع؟ ماشي يا ساتر. الله الدار حلو قوي. انت يا زفت يا مسعود، هو مش ابوها لسه قايلك دلوقتي ما تقربش مني؟ انت عايز تموت يا واد؟ يا ابني انا خايفه عليك والله. انا ما صدقت اللحظه دي تيجي. لحظه ايه؟ ان اقعد مع العيال لوحديني. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. يا صباح الجنان والمحن الفلاحي. جرى ايه يا حاج؟ ما تسيبيه يتكلم امال. ماشي يا اختي، ابتدي المحن يا اخويا، اتفضل. حاضر. ليالي. ايوه يا مسعود. عايز اقول لك كلمتين بسرعه قبل ما ابو العمده يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك ازيك. ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا فرحة امك دي. اهدي اهدي، ايه الحلاوة دي؟ ايش انت من كرسنة الكريمي؟ خلاص انا عايز اصالحك، ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. ايه؟ والله المكان واسع. طب بلاش، عايز اقول لك بس الكلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوك. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر، يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه دي؟ بس دي تبقى جرسي. دي هتبقى اكبر جرسي يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصة حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين، هتبقى اجمل قصة حب. دي مش هتبقى قصة حب، دي هتبقى قصة علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور، وناخد المزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، ده عبده موته بقى ابن حلال. انا هناديلك العمدي. لا علي النعم اللي اناديلك العمدي في فلقك. يلا يا رجال. والله يا عمدي. كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ. ايوه. قال لي ازيك يا جناب العمدي؟ ايوه. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعه الثانيه دي وخلاص. داري القرايل اللي طالعه من دماغ. يا كلمت المحافظ. قلت له يا جناب المحافظ، انت اللي وقعته؟ جدع عيال. جدع عيال. بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ، قلت له يا جناب المحافظ، احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه؟ نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي ايه. انا كتبت قصيدي بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمده ميت كنافه يا عمدتني. على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يعني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده، طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عرب. فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا لا خلاص يا عرب. يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عرب. بهزقه يا عمد. انت بتهزقنا. ها خلاص احنا كده يا عمدي لازم نعمل حاجه مهمه. ايه؟ لازم نجيب قنبله. امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله، لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين، بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصاب يا حرام انت. ما هو انت كده الصاب، هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي؟ ايه؟ ولا الحوجه للوادي النصاب ده، انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟
حماية ماشي ماشي خلاص، ولا الحوجة لي، انت تجيب لنا القنبلة عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبلة وهي عاملة كيدي وهي عاملة كيدي. خلاص الحق يا بابي العمدة، الحق يا بابي العمدة، الحق يا بابي العمدة. بابي العمدي؟ ايوه عايز ايه؟ المحافظ اتصل وقال انه مش جاي، هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه. مش مهم السور رفعت، المهم هيجيب معاك جرايد وجرالين. ما قاليش. ما قالك شيء. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمدي، ما ينفعش، احنا عندنا قنبله، السور رفعت ده مش عارف يتصرف، لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا فرقع القنبله ده، ما هي هنا مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تب هتولع فينا كلنا. بوف ايه بوف ايه، ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه بنسبك الموضوع يا عمدي؟ نسبك الموضوع علي انا؟ ما انا عارف معاك، اما يجوا الناس والجرالين يبقوا سبكوها عليه. خلاص احنا نقول لهم احنا لقينا حمره مفخخه. لا ولدي احنا عايزين فكره جامده. يعني انا عندي فكره، عندي فكره والله يا اخي. بدرس كده يعني؟ ها فكره ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل القنبله نقول له ان في جماعه ارهابيه جايه عايزه تقلب نظام الحكم. ايوه والله فكرة. جماعه ارهابيه تقلب نظام الحكم وياخدوا الكرسي بتاع العموديه بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مره نستفيد منك بحاجه. حلوه الفكره. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكره. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب يا، اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعك. بس يا ولا مالكش دعوه بليالي بنت. ايه مالكش دعوه، انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي، الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عن ميني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى وابقى عمده زي تبقى عمده بالمنظر الزباله دي. يبقى عمده ازاي يا ابقى عمدي؟ انت فاكر انك هتخلت فيها يا عمدي؟ ايوه خلت فيها لي، اخلت فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد ده الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قول لنا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. ها قولنا نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبيلي. ايه مش لقينا قنبيله؟ لا نقول له لقينا خليه ارهابيه وجايه تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه جدا. ايه يا عبده بالفكره دي؟ فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه ايه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال احنا طول ما بنقول وش وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهابي. ايوه صح، الله ينور عليك يا زرزور، هو ده الواد الارهابي اللي كان جاي يفكر في البلد. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عم. غلبان في ايه؟ ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. وده مش كلامان، ده كلامهم. يا غفر امسكوا الواد ده. امسكوا الواد ده واربطوه بالصاجرة. حرام عليك يا انا داخل اكلم المحافظ اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معايا وانا بكلم المحافظ. لا لا تيجي تيجي يا سلام. خليك خش هلا منك ليه. اهلا ده ارهابي وابن ارهاب. خش هلا. ضياع عليا المصلحه اولاد اللذينه. احسن
عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلني علي عمل. يا سلام نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي يا. ايه الاعراض اللي بتجيلك وليلي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص انا اول ما تدقي الساعه 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين؟ ده امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبوه؟ طبعا ده حبيبي اجيبهولك على طول. ماشي. هات الحله بسرعه. ماشي. يا رب ما تكشفناش بقى المره دي. الحل. حط الحله هنا. اهو. كلامك ما بيتفهمش. احساسك ما بيتوصفش. انت بتقول كرامه. هما يردوا بمهانة. انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل. تعال يا امير انزل. اقعد منور يا امير. اقعد اقعد اقعد. ماشي. ازيك يا امير؟ اخبارك ايه؟ واخبار زاب ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليك. ازيك يا امير؟ عامل ايه؟ وامك عامله ايه؟ واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي ده؟ انا لسه منسيله حالي. طيب عامل ايه يا امير؟ كل كل يا حبيبي كل. كلي معانا. كلي. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ بدك لو ليه؟ حاضر. بقول لك ايه يا امير؟ ما تطلع مني. روحوا ساقية الصاوي. والله تحفة. والله احلى بكتير. ايه؟ عشان تخرجوا لازم ترقص؟ هو اللي جاي. يعني لو رقصت يطلع مني؟ هو لو انبسط هيمشي على طول. ماشي. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. يلا. هاتي ايه؟ خلصت منيه دلوقتي؟ العمل مش عايز يطلع. احنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك. بصي انا بصراحه مش عارف اطلع العمل ده. تمام جدا. انا اصوب بقى. والله العظيم اصل دي مشكله. انت عارفه ليه مش عارف اطلع العمل ده؟ ليه؟ لانه ده عمل جماعي. والله لو عمل فردي كنت طلعته ومشيت. اصوت. خلاص خلاص. اخر حاجه استعملها معاك. اه. هعمل لك حجاب هيفضل معاك ما حدش يعرف يلاقيك ابدا. ماشي. خلاص ماشي. اتفضل. ده حجاب. اوعي تسمع كلام الدجالين تاني. تعال هنا. تعال لحضرة العمدة. الحق حضرة العمدة. ايه؟ سالم الدجال النصاب نصب علي. ما انت بتقولي سالم الدجال النصاب. رايحاله ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو دجال ونصاب. بتروحوا له ليه وجابلك الحل؟ ايوه هذا دي. يا سلام عليك ويا بلد. ما بتموتوا في اللي ينصب عليك. طب انت كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ والدنيا اتقلبت. وكله جاي دلوقتي حال. ماشي. ايه امال انتوا فاكرين ايه؟ هو انا قليل؟ مش هتراجع نفسك حور مسعود دي؟ خلاص مسعود خلص. هو نصيبه كده. هو ده يعني مزاجي. هو نصيب ان هو يتمسك ويتحيب. ايوه ده عايز يناسب كبارات البلد. نسي نفسه المعفن. ايوه صح. الله ينور عليك يا معلم. ايه ده البوليس؟ العمدي. اتفضل يا شيخ محافظ. هي دي يا ابني الكنافه. محافظ جه يا جدعان. محافظ جه. السلام عليكم. اهلا يا جناب المحافظ.
ازيك يا جناب العمده؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، منور يا جناب المحافظ. ربنا يخليك. اول مره سيادتك تيجي عندنا هنا في الكنافه. لا بلد جميله وملزقه عمده. صباح الخير وسلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. السياد ما تطفشوش يا واد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ده موبايلك؟ معلش يا عمده الجرد. الو، انتوا فين؟ انا في 100 كنافه. انتوا في 96 كنافه؟ طيب انتوا لسه قدامك 4 كيلو. لا مش بالقشطه. يلا سلام. ازيك يا عمده؟ الله يسلمك. المشاكل اللي عندكم يا عمده؟ ايه موضوع يعني الجماعه الارهابيين وكله يعني تحت السيطره وكله تمام، بس احنا عندنا مشاكل تانيه في بلدنا يا جناب المحافظ. مشاكل وانا موجود يا عمده؟ ايوه طبعا، ما قلت لهم ما يصحش واهل البلد هم يقولوا لك على المشاكل اللي عندنا. قول له قال ايوه احنا عندنا مشاكل والنبي يا سياده المحافظ والنبي. قول مشاكل حضرتك. الارض بار. طب ما اتجوزوها يا ابني، ايه المشكله؟ جناب المحافظ بيهزر، يعني الارض بار اتجوزوها على اساس بايري. مش حلوه. سياله يا دجال، يالا سياله يا دجال، ده انت دجال اضحك على اي حاجه. هيا يا ابني قول مشاكلك وبسرعه. ما حضرتك لما الارض بارت جيت ازرع ورده طلعت شاديه. ايه يعني؟ يا اضحك يا هلا، ما توديناش في ده. مش حلوه. اتفضل يا ابني مشاكلك اخلص. حضرتك جابولنا امه، جابولنا جرار زراعي، بس الجرار طلع صيني. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا مراتي صينيه يعني. صينيه اللي هي بالبطاطس دي؟ لا صينيه اللي هي شوكور. ايوه هي دي. طب ودي معمره معاك؟ والله بوستها بوستين وباظ. الواد ده مش عاجبني يا عم. خد يا هلا الدرجه تمشي. مش قادر والله، كانك واكل حاجه حامي. الراجل جاي بيقول حاجات ورا بعضيه. سيب اتفضل. ايه مشاكلك؟ انا عندي مشكله. قول. انا مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ انا مش عارف انا جرالي ايه. انت عارف جراله ايه؟ هو من امبارح عمال لي يوجع جرالي. انا معرفش والله جرالك ايه، بس انا تملي معاك والله العظيم. الله ينور يا حضرة المحافظ. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. وسيادتك جاي لوحدك؟ ما جبتش جناب المأمور معاك؟ كان معايا يا جناب المأمور. يا مأمور. يا محافظ. ايوه يا مأمور. انت فين يا محافظ؟ انت فين يا حبيبي؟ يا محافظ. ايوه انت فين يا محافظ؟ ايوه انا سامعك. ايه يا عمدة؟ اهلا وسهلا جناب المأمور. بقالي ساعة ماشي في 100 كنافة، ده انا جالي السكر. ايه يا عمدة؟ يا بلدنا مش عارف اركب العربية بتاعتي، الطريق كله مكسرات. خد تعال خد تعال. والله عنده حق. ولا في يا عمدة هو متضايق من ايه الولد؟ لا مفيش، افهات غريبة ورا بعض. ايه ده؟ يعني الواحد ليه قدرة على التحمل. يعني احنا اخر حاجة افهين مثلا. ايه البواخة دي؟ المصيبة اللي حصلت يا عمدة. المصيبة الحمد لله كله تحت السيطرة يا جناب المأمور، كله تحت السيطرة، ومسكنا الواد الإرهابي اللي كان جاي يفجر في البلد كليتي، والحمد لله كله تحت السيطرة. انت بس تقعد وتاكل لقمة وعاملين لك بطة ويزي وكله تمام. كله تمام ايه؟ عملت ايه في الإرهابي؟ الإرهابي ربطناه في الشجرة. طب ما تربطوه في الشجرة. انا ما حدش يتوقعني. إيه؟ محدش يتوقعني يا عمدة، مش انا. ايوه صح. انتوا اهل البلد؟ ايوه احنا اهل البلد. ازيكم يا اهل البلد؟ اقول لك على حاجه. ايه؟ اقول لك مين ورايا؟ مين؟ المحافظ. يا صح. يا محافظ. اقول لك مين ورايا؟ مين؟ العمدة. يا اهل البلد. ايوه. اقول لكم مين ورايا؟ مين؟ مش قايل. محدش يتوقعني. سيادتك غامض. غامض جدا ومحدش بيتوقعني يا عمدة. ايوه صح. يا اهل البلد. ايه؟ عندكم مواهب كويسة اسمعها اكتشفها. ايوه انا موهوب. انت موهوب؟ ايوه. سمعني يا ابني موهبتك. انا بندب اغاني. نعم؟ بندب اغاني. يعني بتبعت لها؟ لا بندبها. في اغاني بتتكتب واغاني بتتندب. عديد. عدد يا اخويا. انا ندبت حاجة للأستاذ عمرو دياب. بتقول
كان كل حاجة أغلى حاجة كان دنيتي كان اسمه حبيبي يا دهوتي يا دهوتي يا دهيتي يا مالك يا حبيبي في ايه؟ أنا مش عارف أنا جرى لي ايه. البلد دي انت يا ابني شكلك عندك موهبة انت يا بيضان انت يعني بطرب ساعات سمعنا حاجة كده يعني ايه اسف جدا على اخطائي اسف على بركان اسوائي يا نيلي يا نيلي يا نيلي يا نيلي يا لا 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 مجنون وقتلت وقتلت بقى هو ليه حق بصراحة ايه المأمور ده سنة يا حبيبي ده مجنون معليش انا ما حدش يتوقعني ايوه صح انا عايز اشوف الولد الارهابي ابص في عينه اتوقعه اعرف ان هو الارهابي هعرفه على طول اول ما تجيبه الارهابي انا صل على النبي سياده المامور يا سياده المامور سيادتك تعبان ولا حاجه يعني لو تعبان ممكن نيجي بكره يعني مش تعبان انا عايز الارهابي حاضر حاضر في الارهابي حاضر حاضر النادي على الغفر يا عمتي يا غفر يا غفر هاتوا الارهابي وتعالوا احسن الراجل هينفجر فيني حاضر يا جناب العمدي ها سيادتك ايه ده بقى سيه احنا الثلاثه بس يا هلا هو ده الارهابي اللي في النص ربط له فتله يا عمده يا دوب انت الارهابي ايوه فكوا قيوده هو عنتر ايه اللي فكوا قيوده سيارة ما تردش على جناب المأمور انت يا حبيبي ما تخافش انا مأمور ما تخافش مني انت زعيم تنظيم ايه يا حبيبي انت في تنظيم ايه انا في تنظيم الاسري عمو ده جمهوري ايه في ايه انت مالك انت وانت رئيس مباحث الافهات ايه ما كل واحد يقول اللي هو عايز والناس يعني بتوح بس مش قوي كده يا عمدي عمدة مش مشكلة يعني لا 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 انا ما حدش اتوقعني لا لا في اي حتة مش انا خلاص يا جناب مسكنا العنكبوت خلاص خلاص يا جناب المأمور معلش سيب وده في كل عرض بيتباه ولد يا إرهابي كلمني شوية عن التنظيم اللي انت فيه مين زعيم التنظيم؟ أبا زرزور إيه أبا زرزور ده سناكس؟ فجأة أنا اللي همشي بقى كده خلاص خلاص هو طالع شوية صغيرين وماش ومش مكمل معانا للآخر خلاص سيب انت الارهابي ايوه ده مش ارهابي ده ارهابي نيو يير ايه ايه سلام عليك خلاص صل على النبي يا اخوان صل على النبي عليه الصلاه والسلام ايه ما كله بيشتغل في المونتاج خلاص كل الحاجات دي بنشيلها بنوصاها خلاص هابي نيو يير يا عمده بدل الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده يا عمده انتوا تفحطوا ارض 100 كنافه تطلعوا منها غاز وبترول وفحم انت يا عمده ايوه 100 كنافه لو فتح لو فحم اصحى ايه يا صاحبي لو فحطنا 100 كنافه هنطلع ايه الله اعلم انت هتسنون انا هو ممكن اقول لك نفحتها ونطلع زبيب بس انا ما اقولش الكلام ده مش هاني خلاص تلعبتي انا بقول له ممكن اقول بس انا مش هقول يعني طلعوا منها زبيب يا عمده مش انا اللي اقول السهل يا محافظ يا دي كوميديا المرمط يا
يا عمدة واضح ان الموضوع كبير قوي. بيقول لك هو زعيم التنظيم. مين زعيم التنظيم؟ يرجع للضراب هناك دي. مين زعيم التنظيم يا حبيبي؟ قلنا ان زعيم التنظيم ابا زرزور. ده ابا زرزور فين؟ ده محافظ. هو انت زرزور؟ يا اخويا انا زرزور. يا زرزور عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ عايز ايه؟ زعيم تنظيم يا اخويا؟ ايه ده؟ توقعني. توقعني الولد. انا محدش يتوقعني. ومين تاني يا حبيبي؟ المساعد بتاعه ابا العمده. انا مساعد بتاع زعيم التنظيم ده. انا العمده.